بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بإذن الله هنبتدي أول درس لقيادة السيارات. هنبتدي بتعليم القيادة للعربية المانيوال، وفي حاجات أساسية لازم إن احنا نتعلمها. أول حاجة إن شاء الله احنا هنبتدي عملي، وهنشوف خطوة بخطوة إزاي إن احنا نسوق العربية. وحاجة مهمة أنا بحب بس أعرف الناس بيها، موضوع إن أنت تسوق عربية دي حاجة مهمة جدا، سواء عندك عربية أو ما عندكش عربية، ده موضوع مهم إن أنت تتعلم القيادة. ليه بقى؟ ممكن حضرتك تكون راكب عربية مع حد ويحصل أي ظرف من الظروف، فلازم ان انت تكون عندك خبرة ازاي ان انت تسوق. مجرد ان انت تتعلم تسوق العربية ديت هتبقى هتنقذك في مواقف كتير. دي حاجة انا حبيت اوضحها للناس الاول، وان شاء الله هنبتدي اول حاجة في موضوع القيادة دلوقتي. اتفضل يا ملا. دي اول حاجة ان شاء الله لما نيجي نركب العربية، اول حاجة لازم نعملها ان احنا نظبط الكرسي اللي احنا هنقعد عليه عشان رجلنا تبقى طايلة دواسة البنزين والفرامل والدبرياش. لازم قعدتنا تكون قاعدة مريحة عشان اما تيجي تسوق ما يبقاش في اي حاجة شغلة دماغك خالص غير السواقة. وتاني حاجة طبعا بعد ما بنظبط الكرسي بتاع العربية، لازم ان احنا نظبط المرايات ونظبط المراية طبعا اللي في النص والمرايات اللي في الجنب، لان ديت حاجة مهمة جدا ومن اساسيات القيادة. اول حاجة ان شاء الله لازم نعرفها السرعات بتاع العربية، ازاي ان احنا نغير السرعات. هنوريكم مبدئيا كده، ده كده دراع السرعات، وهنشوف ازاي ان احنا نغير السرعات. هنجيب كده الاولاني بيبقى لقدام على الشمال، وهنجيب التاني هنحرك للتالت، الرابع، السرعة الخامسة، وبعد كده هنبتدي ان شاء الله. احنا كده عرفنا السرعات ازاي بنحرك دراع السرعات. هنبتدي ان شاء الله ان احنا ندور العربية ونبتدي السواقة. واهم حاجة في موضوع السواقة، ما تشغلش دماغك او ما تشغليش دماغك بموضوع ان انت تمشي بسرعة. اهم حاجة في موضوع السواقة امشي في الاول، اول ما تيجي تتعلم امشي، ما فيش مشكلة ان انت تمشي ببطء، بس اهم حاجة ان انت تتعلم الاساسيات صح. موضوع السرعة دوت هيجي مع الوقت. هنبتدي ان شاء الله دلوقتي هنتعلم واحدة واحدة ازاي ان احنا نمشي على الاولاني، وبرضو هناخد بالنا من موضوع اللي هي المسافات ما بين العربيات اللي هتبقى جنبنا والعربيات اللي هتبقى ورانا، ونتعلم بطريقة سهلة جدا ازاي ان احنا نسوق العربية. اول حاجة نعملها ان احنا هندور العربية، مفتاح الكونتاكت، كده العربية دارت. وهنبتدي بقى اول حاجة ان احنا هندوس الدبرياش عشان ننقل على الاولاني. دوسنا الدبرياش الاول، رجلينا على الدبرياش، وبعد كده هنروح مديين الغيار الاول، وهنبتدي ان احنا نتحرك ان شاء الله. لازم اهم حاجة ناخد بالنا منها ان رجلينا تبقى حساسة مع في موضوع سواقة العربية. لازم رجلينا تبقى حساسة ازاي ان احنا ندي نبقى دايسين على الدبرياش، نبتدي نتحرك سنة سنة ان احنا ندي سن البنزين ونسيب سن الدبرياش. لازم رجلينا تبقى حساسة جدا عشان العربية ما توقفش مننا. واحنا كده ان شاء الله هنتحرك. وملك على فكرة ده اول درس ليها، احنا مجرد ان احنا علمناها الحاجات النظرية، وهي ان شاء الله هتبتدي هتتحرك بالعربية، وهنعرف ازاي ان احنا
نسوق عملي، ده اول درس لينا ان شاء الله، واتمنى باذن الله ان انتوا تبقوا مستمتعين معانا بالمشاهده. وحاجه مهمه جدا، لما نيجي نتعلم القياده لازم يكون المكان اللي احنا بنسوق فيه او بنعلم فيه قيادة السيارة لازم يكون مكان واسع أولا، ومكان مفهوش ازدحام. كده تمام يا ملك، شاطرة جدا. أهم حاجة العربية ما بتوقفش منك وانت بتتحركي بيها، احنا بنمشي على أقل سرعة اللي هي الأولاني، ونحاول على قد ما نقدر زي ما قلت في الاول ان رجلينا تبقى حساسة جدا على البنزين، دوست البنزين ودوست الدبرياج. احنا بنحاول كل ما نيجي على مكان يكون هنهدي فيه او فيه مطب لازم ان احنا نكون رجلينا على دوست الدبرياج عشان العربية ما تبطلش مننا. احنا دلوقتي في عربيات قدامنا، فاحنا هنبطأ جدا ونحاول ان احنا نبطأ ونقف من غير العربية ما تبطل مننا. احنا كده بطلنا، ممكن لو حبينا ان احنا نقف فترة طويلة بنروح دايسين على الدبرياج جامد وبنرجع بنمور العربية، بنرجع العربية لحالة الثبات بتاعتها. لو العربية اللي قدامي هتتحرك على طول، فاحنا كل اللي احنا هنعمله هي ملك دلوقتي العربية بطلت منها، هتبتدي انها تتحرك مرة تانية. وده احنا لو حبينا ان احنا نلف وهنيجي على شمالنا، لازم من اساسيات القيادة ان احنا لازم ندي اشارة. الاشارة ديت على حسب الاتجاه اللي احنا هنتحرك فيه، يعني احنا لو هنتحرك شمال لازم ندي اشارة شمال، هنتحرك يمين لازم هندي الإشارة لناحية اليمين. وفي حالة ان احنا هنقف بالعربية دوس على زرار ستوب، لان دوت بيعرف الجاي ورانا ان احنا ممكن نقف بالعربية في اي وقت وهو يبطأ معانا في السواقة. لحد دلوقتي احنا مستمرين وبنحاول ان احنا نخلي ملك تتحرك وتمشي بالعربية، يعني مسافات مش كبيرة بس انها تحاول انها تعرف ازاي انها تمشي بالعربية من غير ما تبطل منها. حاولي يا ملك تبقي هادية على قد ما تقدري، هدي العربية، مش لازم زي ما قلنا مش لازم ان انت تسوقي والعربية تبقى سريعة، اهم حاجة تتعلمي الاساسيات الاول وتمشي براحتك. احنا كده هنلف شمال وهنرجع تاني، لازم زي ما قلت في الاول ناخد بالنا من الطريق، نشوف اللي ماشي قدامنا، ولو في حد جاي ورانا لازم ان احنا ناخد بالنا عشان ممكن يجي يطلع مرة واحدة من جنبنا وما نعرفش ان احنا نتصرف، فلازم ان احنا نبقى ماشيين وبصين في المرايات. لازم الواحد يبص في المراية اللي قدام والمرايات اللي في الجنب، لان دي حاجة مهمة جدا لاي حد بيسوق عربية. هنبتدي ان شاء الله نتحرك دلوقتي مع ملك، هتتحرك بالعربية وهتسوق لمسافة طويلة شوية، ده اول درس ليها عملي، وهنشوف ان شاء الله هتبقى عاملة ازاي في السواقة وهل تعلمها دوت تمام ولا في حاجة ناقصة في السواقة معاها. هنبتدي كده، يلا يا ملك ان شاء الله ندور العربية.
ندي غيار للعربية ونتحرك واحدة واحدة زي ما اتفقنا. مش أهم حاجة موضوع السرعة، أهم حاجة إن احنا نمشي واحدة واحدة ونعرف إن إزاي إن احنا نتحكم في العربية. أنا حاسس إن ملك طبعا عايزة تمشي بسرعة، بس دي حاجة طبعا في الأول مش كويسة. نحاول إن احنا على قد ما نقدر إن احنا نمشي بالراحة، على أساس إن احنا لو في أي حاجة في التعليم نحاول نتفاداها. تمام كده يا ملك، واحدة واحدة زي ما احنا ماشيين. وطبعا واحنا بنتحرك اللي معانا لسه بيتعلم، فاكيد لازم اهم حاجة واحنا ماشيين بنمشي مع اللي بيتعلم السواقة، لازم ان احنا يكون ايدينا على فرامل اليد، عشان لو اللي بيتعلم لو اتلخبط في اي حاجة بسرعة ان احنا نلحق نوقف العربية. هنمشي بالراحة طبعا يا ملك، واحدة واحدة طبعا عشان الاتوبيس اللي ماشي قدامنا، ما نحاولش نجري. وطبعا موضوع السواقة في الأماكن المزدحمة ده من أهم حاجة، إن احنا بنحاول إن احنا طبعا نعلمها للي بيتعلم السواقة جديد، إن هو أهم حاجة مش مشكلة موضوع السواقة في الطريق السريع، لأن كده كده الطريق بيبقى سالك قدامه وبيبقى الطريق ماشي. أهم حاجة الأماكن اللي بيبقى فيها زحمة واللي بيبقى فيها عربيات وبيبقى فيها ناس كتير. أدي مكان زي ده طبعا، أو في حد طلع قدامنا، لازم اللي قدامي ماشيين واحدة واحدة. لازم طبعا رجلك تبقى على الدبرياج وتهدي على قد ما تقدر، وتحاول تتحكم في العربية ان العربية ما توقفش منها. تمام يا ملك، خلي بالك طبعا من العربية اللي ماشية قدامك. ممتازة يا ملك، لحد دلوقتي كل حاجة ماشية تمام معاكي. قد السرعة يا ملك، مش لازم ان احنا نجري زي ما اتفقنا، مش لازم نجري، واحدة واحدة. اهم حاجة لما نيجي نهدي لازم رجلك تبقى على دواسة الدبرياج عشان العربية ما تبطلش منه، ونحاول على قد ما نقدر نتفادى المطبات. حاولي على قد ما تقدري تبقي واخدة مسافة ما بين العربيات اللي على اليمين والعربيات اللي على الشمال، تبقي ماشية وعاملة لنفسك مسافة كويسة. وأهم حاجة لازم يكون في مسافة ما بينك وما بين العربية اللي ماشية قدامك، مسافة تكون كافية، يعني أقل حاجة متر أو 2 متر ما بينك وما بين العربية اللي ماشية قدامك.
تمام كده مالك ممتاز. هنلف بقى كده شمال. شاطرة كده يا ملك. تمام لازم طبعا ندي إشارة. تمام تمام يا ملك. دلوقتي انت ماشيه كده تمام. بس برضو حاولي على قد ما تقدري يا ملك لما يبقى فيه مطب تهدي، ما تحاوليش تاخدي المطب على سرعه. تمام يا ملك براحتك في المطب براحتك، ولازم ناخد بالنا طبعا من العربيات اللي بتتحرك لان في ناس بتتحرك وبتبقى متهورة، ممكن حد يروح داخل قدامك مرة واحدة، فلازم نبقى منتبهين للطريق. تمام يا ملك لحد دلوقتي انت كده ممتازة. كملي. تمام زي ما انت ماشية. تمام نخلي بالنا زي ما قلنا من الناس اللي ماشية قدامنا والعربيات اللي هي اللي ممكن تقف مرة واحدة. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نمشي ملك في اماكن تكون زحمة شوية عشان تحاول انها تعرف ازاي انها تتحكم في العربية. ده طبعا دي حاجة طبعا صعبة شوية لانها تعتبر في الاول، بس تعليم سواقة العربية ما بيتاخدش كده انها تبقى حاجة مجرد كلام، لا لازم الممارسة. تمام كده يا ملك ممتاز. انت كده هتبتدي تتحركي على سرعة كويسة. هنبتدي على السرعة، هناخد السرعة الثانية. تمام نحاول نهدي طبعا لان ده فيه تقاطع عند الكوبري. تمام طالما الدنيا ماشية كده تمام معاكي خليكي زي ما انت ماشية. هندي طبعا التانية ملك عشان نتحرك عشان العربية كده يعتبر خدت سرعتها. تمام ممتاز ممتاز يا ملك خليكي ماشية زي ما انت ماشية. ممتاز بس الأول، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا طبعا بالفيديو ده. واحنا كده الحمد لله يعني بعد سواقة ملك الحمد لله والشكر لله وصلنا للبيت سالمين، ودي حاجة طبعا احنا بنشكر ربنا عليها ان احنا وصلنا البيت والحمد لله واحنا كلنا كويسين انا وملك وحنين. واتمنى اشوفكم قريب باذن الله في الفيديو القادم. شكرا لكم جميعا.